طيب تعالوا نروح نطمن اكتر ويحطنا في الصوره اكتر زميلنا فاروق صلاح. تحياتي ليك يا فاروق، تحيات الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. اتفضل يا فاروق. برحب بيك مره ثانيه يا كابتن اسامه، وخالص تحياتي طبعا لكابتننا الكبير كابتن حشيش والدكتور احمد ثابت ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي الشاشه بتاع قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا على فريق النادي الاهلي، ودلوقتي المباراه الوديه مقامه، تواجد الكابتن محمود الخطيب في احتفاء كبير من الجاليه المصريه وجماهير النادي الاهلي ايضا بالكابتن محمود الخطيب. يا فاروق بص يا كابتن، خليني اقول لك احنا في هذه الاثناء الشوط الاول للقاء اللي انتهى بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق. الفريق الانكي السلوفيني كان تقدم بهدف في الدقيقه الاولى، احرزه اللاعب برايم فانكي، احرز الهدف الاول، ثم النادي الاهلي اهدر ركله جزاء كان تحصل عليها رامي ربيعه، اهدرها اللاعب محمود كهربا. توالت الفرص اتباعا للنادي الاهلي، فرص مهدره من بعض من اللاعبين في وسط حاله تالق كبيره جدا من عناصر مهمه جدا، سواء عبد القادر، سواء يعني محمد مجدي قفشه، الشحات، كهربا، طاهر محمد، محمد طاهر. سيطر النادي الاهلي على احداث شوط اللقاء الاول، ثم اهدر فريق انكي فرصه هدف في الكره في القائم مصطفى شوبير، ثم طبعا ادرك النادي الاهلي هدف التعادل عن طريق كهربا في الدقائق الاخيره من شوط اللقاء الاول. عايز اقول لك في اكثر من عنصر ظاهر بشكل كويس قوي، يعني اللي احنا بنتكلم برضو على فريق او الاشبال المعتز يعني بادئ بيه مستر كولر من بدايه اللقاء وكريم التبيست، الاثنين عاملين شوط ولا اجمل ولا اروع من كده. في الوقت اللي انا بكلم حضرتك شايف كريستو بيجري عمليات التسخين والاحماء، رضا سليم، خالد عبد الفتاح، امام عاشور، يعني الاجواء والعناصر الموجوده على مقاعد البدلاء. مشهد بقى يا كابتن اسامه، مشهد معتادين عليه، اي مكان هتروح ويكون الكابتن الخطيب داخل الملعب، الجميع يعني هي سبحان الله يا كابتن اسامه، هي ملكه من عند ربنا سبحانه وتعالى، بتلاقي الانظار كلها بتطلع من الملعب تتجه للكابتن الخطيب، احتفاء واحتفال بالاسطوره الكابتن الخطيب، الجماهير كلها هتاف كبير جدا للكابتن الخطيب، الجميع جري على الكابتن الخطيب عايز يلتقط الصور مع الكابتن محمود الخطيب. مشهد احنا متعودين عليه في اي مكان هتروح موجود فيه الكابتن، اعتقد دي الحب دي بتبقى نعمه وهبه من عند ربنا. لكن يعني الاجواء بالنسبه للماتش اجواء ممتعه جدا. الدقيقه كام دلوقتي في المباراه يا فاروق؟ احنا حاليا دلوقتي اللي هي فتره الراحه ما بين شوطين. بالظبط يعني دقايق وهيبدا شوط اللقاء الثاني يا كابتن اسامه. النادي الاهلي انا شايف كولر هيعتمد على جميع اللاعبين، هيدي هيقسم المباراه على كل اللاعبين طبعا يا فاروق. بالظبط يا كابتن اسامه، يعني انا في الوقت اللي انا بكلم حضرتك انا شايف ان هو بيجهز لاعب كريستو، يعني شايف زي ما قلت لحضرتك كان خلال عمليات الاحماء ما بين الشوطين شايفه بيجهز كريستو، شايف امام عاشور بيجهز، شايف رضا سليم، شايف صلاح محسن، هيدي الفرصه لعدد كبير جدا من اللاعبين. لكن النقطه الاهم اللي انا باكد عليها من خلال حضرتك ثقته في العناصر الشابه، سواء معتز اللي بادئ بيه اللقاء من البدايه، سواء كريم التبيس، زي ما قلت مع حضرتك ان هو اشتغل بالامس ان وظف فخر في مركز الظهير الايمن الباك اليمين، بيظهر فخر برده بشكل متميز وشكل كويس جدا. كريم نزل في منتصف الملعب بيلعب بجواره قفشه في مركز 8، فاعتقد يعني ان شاء الله يعني الشوط الثاني برده يكون مردوده كويس بالنسبه للنادي الاهلي كده. يعني انا زي ما اكدت لحضرتك خلاص كريستو هيبقى ورقه بديله في بدايه شوط اللقاء الثاني، شايف خلاص نزل ارض الملعب، فيعني خلال دقائق هينطلق شوط اللقاء الثاني. الجمهور المصري عامل ملحمه هنا بصراحه يا كابتن اسامه. حقيقي انا لسه بقول لضيوفي دلوقتي الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت، فريق الاهلي وحش جماهيره، فالنهارده مباراه وديه، فرصه بقى للجماهير المتواجده في النمسا وفي البلاد اللي جنب النمسا انها تشوف وتروح تأزر الاهلي. في ناس يا كابتن اسامه، في ناس جايه من المانيا، في ناس جايه من فرانكفورت موجوده عشان تتفرج على النادي الاهلي، في ناس جايه من سلوفينيا، في ناس جايه من على الحدود جايه تتفرج على المباراه. جماهير النادي الاهلي عامله ملحمه، عامله يعني زي ما تقول كده بدايه واحتفال بالنادي الاهلي. شفنا الدخله بتاع جماهير النادي الاهلي، من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا، اعتقد رسائل كتير جدا بيقدمها جمهور النادي الاهلي. دلوقتي انطلق شوط اللقاء الثاني يا كابتن اسامه. نتمنى ان شاء الله مع التجهيز الفني والبدني ان المباراه تخرج كده، اللعيبه تخرج بسلام ان شاء الله، ويكون افضل استعداد لمباراه السوبر الافريقي. بنشكرك يا فاروق، شكرا
جزيلا حطيتنا في الصوره، بنتمنى التوفيق للاعبي النادي الاهلي.